الشرفية وبرنوس الخدمة. وأحيا الصحراء بوجود مكة الغراء. عمرا ندعو مزمار من مزامير داوود فضيلة الشيخ الطالب الدكتور محمد الصالح بوعافية أن يتلو على مسامعنا آيات الذين يبلغون رسالة دين وكان الله بكل شيء. تسهيل فرصة الزواج لشبابنا، لأن نعرف يعني مدى غلاء الأسعار وغلاء يعني المهور وكذا. دأبت الجمعية على أن تجعل يوما في السنة لجميع عرسان المدينة ليتجمعون في يوم واحد وتحيي هذه المناسبة مع جميع أطياف المجتمع. عدد العرسان هذه الدفعة بلغ الدفعة 25 بلغ 58 عريسا. عم رحيم، نشكر جمعية بريد الخير على هذه المبادرة، يعني المبادرة اللي سهلت علينا، دارت لنا هذا العرس الجماعي، تسهل علينا وسهل على جميع الشباب اللي حابين زعما يديروا يكملوا نصهم الثاني نصف الدين. نشكرهم جزيل الشكر. مرت مراسم زعما كيما نقولوا احنا العشاء في ظروف جيدة، الحمد لله. نشكرهم جزيل الشكر ونبارك لجميع العرسان ونشكر كل الحضور لب الدعوة. نشكرهم على هذا الحفل ونهني وكل العرسان وربي يصلح إن شاء الله.